نقعد مع الأخبار الدبلوماسية ونمشي الآن عبر الهاتف. معنا سعادة سفير تونس بأندونيسيا سيد محمد الطرابلسي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سعادة السفير. أهلا وسهلا وصباح النور أخ خلفة، وتحية لكل مشاهدي قناة الوطنية وخاصة برنامج أهلا تونس. شكرا لك ومرحبا بك من خلال برنامج أهلا تونس. إذا نبداو لو تسمح سعادة سفير كان نحكيو على العلاقات الثنائية التونسية الأندونيسية في جل المجالات لو تسمح تفضل. كما تعرف يعني علاقات التونسية الأندونيسية ضاربة في القدم، وهي عريقة ولها تقاليد بعيدة في التاريخ، وفما هناك شخصيات وأعلام كبيرة تونسية معروفة هون في جاكرتا وفي إندونيسيا، خاصة نذكر عالم الاجتماع ابن خلدون اللي قدروه تقديرا كبير، وكذلك علماء الإسلام مثل الطاهر بن عاشور وغيره من العلماء. يعني تحظى تونس باحترام كبير لدى الشعب الأندونيسي، وهذا يتواصل هذه الحظوة والاحترام بين الشعبين إلى قبل وبين الاستقلال، حيث أندونيسيا دعمت حركة التحرر الوطني في تونس واستقبلت أول مكتب سياسي في جاكرتا سنة 51، وذلك قبل استقلال تونس. ثم استقبلت الرئيس الراحل حبيب بورقيبة سنة 51 يلقي خطابا وعملته كرئيس دولة. ثم سنة 55 استقبلت الوفد التونسي ببندونغ عندما تم تنظيم القمة الآسيوية الإفريقية، والتي جمعت زعماء إفريقيا وآسيا من أجل إخراج الاستعمار من الدول الإفريقية والآسيوية. يعني هناك دعم كبير وتضامن بين البلدين قبل الاستقلال، وتواصل ذلك بعد الاستقلال، خاصة بعد الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس الراحل أحمد سوكارنو إلى تونس، واللي تونس فضلت مؤخرا في 6 جوان الفارط أنها تكرموا بتسمية شارع في تونس اسم أحمد سوكارنو، وهو عرفان للزعماء اللي دعموا استقلال البلاد. وتواصلت هذه المسيرة مع الرؤساء الآخرين اللي زاروا تونس مثل الرئيس سوهارتو والرئيس أميغاواتي، وكذلك تبادل الزيارات على مستوى عالي. يعني العلاقات السياسية متميزة جدا بين البلدين، الحمد لله، ويحدوها احترام بين الشعبين ومحبة كبيرة. كيفاش نترجم المحبة هذه والاحترام الضارب في القدم إلى تعاون اقتصادي وثقافي مثمر، وخاصة تدفق للسياح؟ تونس بادرت مؤخرا عند قبل سنة برفع التأشيرة على الأخوة الأندونيسيين، وذلك دعم للسياحة السياحة الأندونيسية إلى تونس. أيوة. ونحن نترقب أن يعني يحذف الجانب الأندونيسي التأشيرة كذلك، ونعمل على تطوير التعاون الاقتصادي. هناك منتوجات يحبها الشعب الأندونيسي، وخاصة التمور التونسية وزيت الزيتون، وتونس يعني تصدر كميات هامة من هذه المنتوجات. ونتطلع إلى تطوير العلاقات التونسية الأندونيسية، خاصة في مجال الفوسفات. أيوة. الجانب الأندونيسي تعرفوه، لأن الشعب الأندونيسي يعني يمثل تقريبا 280 مليون نسمة، والحكومات المتعاقبة في أندونيسيا تضع مسألة الأمن الغذائي في أعلى المراتب وتتصدر أعلى الأولويات. ومن أجل ضمان هذا الأمن الغذائي يتطلب ذلك استيراد كميات هامة من الفوسفات. نحن نعمل مع الجانب الأندونيسي من أجل خلق شراكات، وكذلك إعادة عجلة التصدير من تونس إلى أندونيسيا في مجال التصدير الفوسفات. بالنسبة للسياحة أستراليا ونيوزيلندا، ولكن نعمل جاهدين الأخوة هوني بدعم من القيادة في تونس وبدعم من وزارة الخارجية أن ننهض بالقطاع السياحي، نعتبره لأنه يعني محرك للاقتصاد الوطني، وكذلك باعتبار أن تونس
عندها مخزون ثقافي كبير جدا يحبه الجانب الاندونيسي، وخاصة المعالم الأثرية، المعالم الدينية الضاربة في القدم. نعرف أنه الشعب الاندونيسي يحترم احترام كبير الشخصيات والأعلام الدينية في تونس، وكذلك يمكننا يعني النهوض بالزيارات إلى كل من المعالم التاريخية الكبيرة مثل جامع الزيتونة وجامع القيروان. نعرف أنه تونس كذلك تطور التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، نستقبل عدد هام من الطلبة الأندونيسيين، وهذا مجال يجب أن نركز فيه مستقبلا، لأنه هو يمثل هؤلاء الطلبة سفراء لما يعودوا إلى بلدانهم، باعتبارهم سيتعسلون على مراتب عليا في عديد المؤسسات الحكومية والخاصة، وهم يجب يمثلوا سفراء تونس ويدعموا هذا التعاون الثنائي الأخوي بين البلدين. أكيد أكيد. نواصل معك سعادة السفير. الجالية التونسية متفرقة في 8 دول تغطيها السفارة، كان تذكر هنا الدول هذه وتعطينا فكرة. الجالية التونسية هي تفضل تفضل. يعني تونس تغطي، هي التمثيل التونسي في جنوب شرق آسيا موجود في جاكرتا في دولة إندونيسيا. أي. اللي هي فيها تقريبا 280 مليون نسمة. وهي أكبر أرخبيل في العالم. من ناحية المساحة. التونسيين الموجودين في إندونيسيا في قرابة 150 تونسي. موزعين على كامل البلاد. أيوة. يظهر لي قصد. إذا سعادة السفير نرجع معك، تفضل الكلمة ليك. تحية طيبة، شكرا. كما قلت يعني تونس ممثلة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي في عاصمة إندونيسيا جاكرتا. أيوة. وإندونيسيا يعني من أكبر أرخبيل في العالم. يضم تقريبا 17 ألف جزيرة وفيها 280 مليون نسمة. أيوة. التونسيين اللي موجودين في إندونيسيا موزعين على كل التراب الإندونيسي، مع عدد هام في جاكرتا. أيوة. وهو يقدر العدد، هو عدد مش كبير حق، هو 150 تونسي يشتغلون كإطارات عليا في مؤسسات عالمية، كذلك في مهن حرة، وعدد قليل من الطلبة، ثم مع مصحوبين بعائلاتهم. الجزء الثاني موجود خاصة في أستراليا، اللي فيها تقريبا 800 تونسي يشتغلون في مهن حرة بالخصوص. والأهم جزء ثالث هو موجود في ماليزيا، 250 تونسي. العدد الجملي بتاع التوانسة الموجودين في الدول هذه الثلاثة، مع كذلك بروني دار السلام وسنغافورة والفلبين وتايلاندا ونيوزيلندا، العدد الجملي هو 1500 تونسي. قل لي كيفاش نتعاملوا معهم التوانسة هذه، وكيفاش نحاولوا نوفروا لهم الخدمات في أسرع وقت. العمل نتاعنا هون يتمثل خاصة عن بعد، يعني نجاوبوا التوانسة اللي موزعين على كل هذه البلدان عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف، ونقوم بالإجراءات الإدارية كلها، ونرسل إلى تونس الوثائق من أجل خاصة استخراج جوازات السفر. أما فما عديد من الوثائق يمكننا استخراجهم على عين المكان، وخاصة التوانسة اللي مولودين في المنطقة هذه أو اللي يحبوا يستخرجوا مثلا مضامين ولادة أو كذلك عقود زواج أو غير ذلك، اللي هم موجودين في العائلة على عين المكان، نجم نوفر لهم الخدمة عن طريق السفارة. نحن نستمع دائما إلى آرائهم، إلى مقترحاتهم، ونحاول تلبية كل حاجاتهم حسب الإمكانيات المتوفرة، ولكن نقوم بمجهود كبير باعتبار اتساع المسافات بين هذه الدول كلها. لو تسمح، شنية أكثر الفرص المتاحة للعمل في إندونيسيا سعادة السفير؟ سؤال هام جدا، باعتبار أنه إندونيسيا تمثل من بعض يعني من البلدان القلائل اللي تشهد طفرة نمو كبيرة جدا على مستوى النمو الاقتصادي،
ونعرف أن الحكومة الحالية وعدت أو تعتزم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 10%، وهي من الدول القليلة في العالم باعتبار عدد السكان الهام 280 مليون، أنهم يحققوا فيها نسب النمو الهام. نعرف أنه فما اقتصاد جديد بصدد التكون في العالم، وهو اقتصاد الطاقة المتجددة، وخاصة السيارات الكهربائية والدراجات الكهربائية والطاقة الكهربائية. أيوة. وأندونيسيا عندها أكبر مخزون في العالم من المواد الأولية، وهي بالتالي أصبحت تستقطب أكبر الاستثمارات العالمية من الدول الكبرى كالصين، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الجنوبية. كل المؤسسات الكبرى في العالم تفتح مصانع في هذه الدولة باعتبار أن هناك نمو كبير وأن البلد هذا يتمتع بموارد طبيعية كبيرة. أيوة. تونس هو شنو لازم نخدم معاها بتونس؟ تونس كما قلت أنه فما هناك يعني سيجمون مهمين برشا، يعني مجالات هامة جدا. أي. اللي هي تتماشى مع الاقتصاد الوطني. من أهم هذه المجالات هو المواد الفوسفات. أي. وكل ما هو الأسمدة. نحن إن شاء الله نعبر عنه ندعو أنه معناها ونتطلع أنه مؤسسة تونسية كشركة فوسفات قفصة وغير والمجمع الكيميائي يسترد يعني نفس المستوى بتاع الإنتاج، وأنه نقول أنه أندونيسيا قادرة أنه تستورد عدد هام جدا من المواد الفوسفاتية. وأنا آخر مرة سمعت برئيس شركة هامة هوني، هي الشركة الحكومية اللي في عهدتها أن تستورد الفوسفات وكذلك المواد الخاصة بالأسمدة، وهو عبر عن إرادته لخلق شراكة مع تونس. أيوة. نعمل على ذلك لأنه يعني نمر من الجانب التجاري إلى جانب الاستثمار والتعاون المشترك بين تونس وأندونيسيا في مجال الفوسفات. هناك كذلك ميدان قادر أنه يتطور برشا في أندونيسيا، وهو مجال التمور. تعرف أخت ألفة أنه الشعب الأندونيسي شعب مسلم ومهجته يعني عربية إسلامية، عنده عديد الجامعات تدرس باللغة العربية، وكذلك عنده احترام كبير للتقاليد الإسلامية وارتباط بالعالم الإسلامي واحترام للدولة التونسية باعتبارها عندها أعلام كبيرة في المجال الديني، وهما يستهل التمور بشكل كبير لهذه الاعتبارات. أيوة. نحن تونس يلزمنا نعطيه أهمية أكبر. السوق الأندونيسية اللي هي سوق كبيرة جدا. الشعب الأندونيسي يعني أغلبه مسلمين ويستهلكوا كميات كبيرة من التمور التونسية. وهي مصنفة من أعلى المراتب طبعا في السوق الأندونيسية. وهي محبوبة من المستهلكين الأندونيسيين. ثم كذلك زيت الزيتون قادر أنه يولج بالسوق الأندونيسية. باعتبار أنه هناك تغير في سلوك الاستهلاك في دولة أندونيسيا، هناك طفرة كبيرة من الأثرياء يحبذون الأكل الصحي، ونعرف نحن يعني زيت الزيتون التونسي محبوب عالميا لصفاته الحمد الصحية لله. الإيجابية طبعا. هناك قسم مهام زاد نشتغل عليه، وهو تطوير التعليم العالي كما قلت، لأن الطلبة سيمثلون بعد ذلك سفراء لتونس في أندونيسيا. سياحيا سعادة السفير، قاعدين فما استراتيجية تخدموا فيها لتعريف تونس في أندونيسيا باش يكونوا نخدموا تونس سياحيا؟ سياحيا نحن الحق نواصل عمل السفراء اللي سبقونا والفرق الدبلوماسية اللي عملت كثير على التعريف بصورة تونس في أندونيسيا وكذلك في بلدان الاعتماد. أنا أقول لك راهو البلدان الأزيان اللي هي تقريبا فيها 560 مليون نسمة،
واللي هي موجود يعني المقر نتاعها في اندونيسيا، يعني بإعطاء مزيد من الإمكانيات لسفارتنا في جاكرتا، وكذلك التواجد في عدد من الدول الهدية كما ماليزيا، بروناي دار السلام، لأن عندها إمكانيات كبيرة ماديا، وفيها طبقة من الأثرياء اللي هما يحبوا يزوروا العالم الإسلامي، لأنه يعني يعرفوا على تونس دكتور، يعرفوا أنه من أول الجامعات في العالم هي جامعة الزيتون. أيوة. يعرفوا أن من أول المساجد التي بنيت لنشر الإسلام في شمال أفريقيا هو جامعة قيروان. أيوة. يعرفوا أنه هناك من الصحابة اللي هما يعني معناها موجود يعني المقابر متاعهم في تونس وفي جابس، وهذه هما يكنوا لها احترام كبير. يمكن أن نطور هذه السياحة الثقافية والدينية خدمة للمصالح المشتركة. وبالتالي احنا عندما قررت تونس حظر التأشيرة نعتبر أنه سيكون لها دور لدفع السياح من هذه المنطقة لزيارة بلادنا، ولكن هذا ليك يجب أن ننهض بهذه السوق بتنظيم بالمشاركة في التظاهرات في المعارض طبعا، بالإشهار في خاصة عبر الإنترنت. الدول هذه قدمت كثير على مستوى التجارة الإلكترونية وعلى ميدان التكنولوجيا بصفة عامة. نحن يجب نغير ونطور أساليبنا، ونحن بصدد العمل على ذلك على مستوى السفارة، ونتطلع أن نبلور سياسة ترويجية كبيرة للسوق هذه، لأنها سوق واعدة. صحيح. شكرا لك سعادة السفير، يعطيك الصحة وبارك الله فيك، نورتنا بوجودك اليوم معنا من خلال برنامج أهلا تونس. تحية كبيرة لك، تحية جليتنا التونسية اللي تعيش غادي. شكرا وبقيت يوم سعيد.